يشرفنا صراحة كثير جدا إنه يكون معانا يعني خبير سوداني نفتخر به، خبير اقتصادي سوداني نفتخر به، وصديق الدكتور عبد الله حمدوك، وهو يعني خبرته تتجاوز 30 سنة في العمل الاقتصادي العام، وعنده خبرة في المسألة بتاعت الإصلاح بتاع القطاع العام في المنظمات الدولية، والموضوع بتاع الحوكمة والتكامل الإقليمي وإدارة الموارد زي ما قلت لمدة طويلة جدا. والدكتور حمدوك حاصل على خريج عن الخرطوم كلية اقتصاد بشرف، وماجستير وبي اتش دي من مانشستر انجلترا. والدكتور حمدوك يعني من 2011 و يشغل منصب نائب رئيس سوري نائب سكرتير اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا اللي مقرها هنا في أديس أبابا. والدكتور حمدوك يعني اشتغل برضو از تشيف ايكونومست، وفي الفترة من 2003 إلى 2008 كان المدير التنفيذي الإقليمي لمنظمة أيديا الجماعة أخواننا في السويد في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط، وفي فترة عامين من 95 ل 97 برضو عمل تشيف تكنيكال أدفايزر لمنظمة العمل الدولية في زيمبابوي اللي هي تابعة للأمم المتحدة في زيمبابوي. ويعني مجالاته كثيرة وخبرته زي ما بقول كبيرة. وفي الفترة من 97 ل 2001 برضه عمل از برنسبل بوليسي ايكونومست في بنك التنميه الافريقي في ساحل العاج، ومن 93 ل 95 عمل في القطاع الخاص. واستاذ حمدوك برضه اشتغل من الفتره من 81 ل 87 في وزاره الماليه والتخطيط الاقتصادي في السودان. وزي ما قلنا يعني حمدوك خبره من الخبرات القلائل الاقتصادية اللي نحن بنفتخر بهم كسودانيين، ويعني دي فرصة طيبة جدا. متأكد يعني نبي مجموعة من الناس اللي ما بتعرفه، لكن دي فرصة طيبة جدا ويشرفنا في الحركة المستغلة منظمة المجتمع المدني اللي يكون معانا الدكتور حمدوك الليلة عشان يكلمنا عن الاقتصاد. طبعا دي حاجة كويسة في انه احنا هي والكومباين المزلة بتاعت الاقتصاد الأفريقي والإقليمي وتداعياته على مزلة الاقتصاد السوداني كخبير اقتصاد. أتمنى إنه يستمتع بالندوة يستفيد منها وتحقق أغراضه بتعريف الناس بمجمل المزلة بتاعت الاقتصاد الأفريقي والإقليمي في المنطقة وتداعياته على الاقتصاد السوداني. وبعد ذلك هيقدم الدكتور حمدوك برزنتيشن حوالي هاف ان اور، وبعدين حيكون في اسئله واجوبه لمده ساعه. فمن الساعه 11 ونص البرنامج تاعنا يكون من 11 ونص لساعه واحده، لانه عندي التزامات اخرى. فنتمنى انه نصغي وناخذ نوتس، وزي ما بيقولوا يشرفني كثير، والميكروفون لك. تفضل دكتور حمدوك. شكرا جزيلا أخ عادل، صباح الخير. في البداية أنا يعني أنا المضيف حقيقة إحنا في أديس، شرفنا كثير جدا إنه نلتقي معاكم ونشوف مجموعة من السودانيين المهمومين بقضايا الوطن والسودان والقارة وكده. وأنا سعيد كثير خالص بإنه ألتقي معكم في هذا الصباح الجميل في هذه المدينة الجميلة أديس أبابا، واللي هي نحن بنسميها عاصمة أفريقيا، وهي بحق يعني عاصمة أفريقيا. مؤكد أنتم هسه لو حمتوا في شوارع هذه المدينة أي زول حيوقفكم يتكلم معكم بالأمهاري وكذا، وبتعرفوا تفكرونا يعني الناس بيفتكروك كسوري وكذا.
جمالين لا لازم يا عادل، ما ممكن هم حاجه يعني ما لازم تتعملوا مزج بين الشغل وال يعني ما ممكن الناس يجوا لحد هنا وما يشوفوا، لازم ما يبغى سؤال يا شباب بنتكلم شويه. اوكي طيب افتكر كده شغال كويس يعني طوالي نحن زي ما قلت الناس هنا لما يلاقوك بيفتكروا كشيوبي وكده، ما بي التوجهات بتاعتنا كانت من الاستغلال مشت اكثر شمالا يعني ما 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 نخلي الجزء ذاك، لكن برضو نعمل شويه بالانس في العلاقه دي نعاين للمكون اللي هنا. والمشترك بينه وبين الشعب الاثيوبي دي حكايه مقوله جدا، يعني انا اول مره جيت هنا كلام ده قبل 15 سنه كان في بيكا جنبنا، فطلعت لقيت خيمه قافله الشارع وكراسي يعني الفريق بس هناك ما بيشيلوا الفاتحه مثلا المسيحيين، لكن نفس القصه تيجي تقعد يدوك كوبايه الشاي وكوبايه المويه وتمسك يد الزول وكده، لكن قفله الشارع. لما تمشي في الكلوبز بتاعتهم هنا هم بسموها كالتشرال ريستورانتس، بتلقى انه الشعب الوحيد اللي بتتغنى اغانيه اغاني سودانيه، تسمع وردي وتسمع سيد خليفه وتسمع خواجه العثمان وكل الفنانين بتاعنا دي. النازل عندهم تلت البلد صوماليين، لكن ما بتسمع له اغنيه واحده من المنطقه الصوماليه، اذا كان الصومال البلد الاصلي ولا جزء من اثيوبيا. ففي ود يعني كثيرا، عشان كده عادل بفتكر انه حقه يعني تعملوا ان شاء الله جدا. فمرحب بكم اجين وكذا. انا اتفقت مع اخونا عادل في انه عمر بانه ما ادري اسمها محاضره يعني، لكن هي مداخله انا بفتكر انه تفتح لنا مجال في انه نتكلم مع بعض ونخليها تكون انتراكتف، يعني ما ادري ان تبقى وان وي الزول بس يتكلم كده. ف هي ملامح عن المساله بتاعت الاقتصاد الافريقي وانعكاساته على السودان. المدخل للقصه دي انا داير يعني جست يعني في البداية تدروي الاتنشن للسمات الأساسية للمرحلة الحالية اللي احنا بنعيشها في الدنيا، اللي هي من بداية القرن لحد هسه العالم بيمر بتغييرات، يعني على مستوى الجلوب يعني as a global context تغييرات أساسية وكبيرة. يعني نحن ممكن نقول عليها نحن بنعيش في فترة ما بعد، وحيكون طبعا الكلام فيه شويه بايس على الايكونومكس وكده، بوست واشنطن كونسنسس ما بعد توافق كونسنسس مشير واشنطن والاميرجنس بتاع النيو باورز، وحتى بنلاحظ الشيفت اوف بالانس اوف باورز من الويست للايست. انا شفت ريسنتلي خرطه للعالم معموله بشكل مختلف خالص. الخرطه الحاليه بتاعت العالم هي عملوها الإنجليز في بدايات الاستعمار، السنتر بتاع إنجلترا، عشان كده it was not by chance إنه جرين سبينش تايم الزيرو لاين ده بيمر بلندن والمدينة الصغيرة بتاع جرينش دي. التشاينيز بيفتكروا إنه سنتر الدنيا دي أصلا كان في تشاينا وتغير مشى الغرب وهو حيرجع هناك. It's a very interesting map، فيها تشاينا في النص والكرنت ميدل إيست هو ميدل ويست، والفار ويست هي بريطانيا البريتش آيلز وكذا، وأمريكا هي الفار إيست ويست جابان أز ميدل إيست. فيو كان إماجن ده بيعمل شوية لخبطة في تفكير الناس وفي رص الحاجات وإلى آخره. طبعا ده ممكن يحصل ممكن ما يحصل، لكن بيساهم في تشكيل العالم الجديد، الانتقال من الجي 7 جي 8 لو طبعا روسيا قعدت فيها شويه وبعد ذاك الجماعه دي طردوهم بعد الحوادث بتاعت اوكرانيا تو جي 20. قيام الجي 20 اولموست بيخلي الجي 8 ولا الجي 7 ريدندنت لانه ديل كلهم هم اعضاء في ديك، لكن ات سيجنلز نيو داينامكس في الدنيا. في اشياء كثيره ثانيه يعني واضحه في الفتره دي، لكن I will pick just حاجات بسيطة منها.
أول حاجة فيها العالم وصل تقريبا لconclusion بتأطر لفشل نموذجين بتاعين التنمية اللي كان مرتبط بالدولة بس، النموذج السوفيتي يعني نموذج ليو أو اقتصاد السوق. التجارب الحديثة بتاعت بلدان حديثة يعني إنها emerging economies إذا كان في ساوث كوريا وماليزيا وحتى تشاينا إندونيسيا تركيا بتدينا يعني نماذج جديدة في هي المزج الواعي والمدروس وبشكل يعني very effective للسوق والستيت البالانس. يعني الاكستريمز فيه كلها غلط. يعني شفنا التجارب بتاعت الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية وكده والأدت في النهاية لأنها يعني صار فيها فشل كبير جدا. بنفس الغدر سيادة اقتصاد السوق الكامل برضو ما قدر يحقق قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة إلى آخره. لكن التجارب الحديثة دي regardless of ideology يعني انت عاين لتجارب ساوث كوريا state activism بتاع إلى آخره إلى آخره، لكن الدولة هي كانت الغائد للعملية بتاع التنمية بكلوز اسوسيشن مع دور كبير للقطاع الخاص. جنبهم تشاينا ستيل نموذج في قيادة الدولة أساسية للعملية التنموية إلى آخره، لكن at the same time نجحت في مسألة بتاعت 10 سنين to uplift more than 600 million out of poverty. ماليزيا حاجة في النص بين الاثنين، even إندونيسيا سنغافورة and others يعني very impressive experiences. الحاجة الثانية اللي هي بروز حركات الاحتجاج الجلوبال موفمنتس بتاعت الاحتجاج الدولي دي والصراع ضد العولمة وكده وتشكيل رأي عام في الدنيا against the atrocities بتاعت mainly capital يعني والرأسمالية والمشاكل بتاعتها إلى آخره. القصة بتاعت ثورة المعلومات والعالم بقى والنص يعني غرية صغيرة وكده. بروز الدور المبي متعاظم للمنظمات الأمم المتحدة في مسائل السلام والأمن والتنمية، والكلام اللي بدأ يعني ياخد حيز كبير في النقاش حول الديفلوبمنت اللي هو ضرورة التفكير في فريم وركس بتاع الديفلوبمنت جديدة، واللي هي بدأت سنة 2000 بإجازة ما عرف بالـ MDGs الميلينيوم ديفلوبمنت جولز، واللي هي استمرت لحد 2015 تم استبدالها بالسستينبل ديفلوبمنت جولز واللي هي حسي العالم كله شغال عليها لحد 2030. هنتكلم بعد شوية عن التجربة الأفريقية في المجال ده، لكن يعني لينكت ل 2030 في 2063. سمعتوا انتوا ب 2063؟ اي حقه العالم، لكن الاثنين دي توك تو ايش اذر فيري ويل. يعني افريقيا اعتمادا على التجربه بتاعت الام دي جيز اللي هي عملت سنه 2000 سنه 2000 لما نجيزت الام دي جيز كان في فيري ليتل كونسلتيشن، ما في زول شاوروا فيها خالص. جماعه اجتمعوا غروا انه ده الكويس بالنسبه لكم ودي ثروت اونس الام دي جيز يعني الميلينيوم ديفلوبمنت جولز. دي ترجمتها شنو يعني الميلينيوم ديفلوبمنت جولز؟ الاهداف الالفينيه ميلينيوم ديفلوبمنت جولز ميلينيوم اي بالضبط. الاس دي جيز اللي هي سستينبل ديفلوبمنت جولز اللي هي اهداف التنميه المستدامه. ف سنة 2010-11 around that time نحن شغالين في الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي، ابتدينا wide range consultation up and down the continent في إنه الفريمورك الجديد ده لازم يكون عندنا تأثير فيه وto shape it. وأفريقيا هي الريجون الوحيد في العالم اطلع بحاجة اسمها common African position on post 2015 development agenda. يعني كان عندنا common framework وده ساهم في 2030 2030 الأجندة بتاعته كده. بنفس الغدر هو جزء من 2063. طبعا ممكن تتساءلوا في انه ليه الاوب نمبر ده
يعني دائما الفيجنز الطويله دي بتكون 2020 2030 2050 دي 2063. طبعا 2063 دي هي سيجنالينج سنه 63 1963 دي السنه بتاع تاسيس منظمه الوحده الافريقيه واللي هي مقرها هنا في اديس ابابا اتعملت سنه 63. ففي الذكرى الخمسينيه 2013 القاده الفارغه قالوا نحن خلينا تو تيك ستوب في انه الخمسين سنه اللي فاتت دي عملنا فيها شنو، وبالتالي نفكر في انه الخمسين سنه الجايه نقدر نعمل فيها شنو. وطلعوا بالديفلوبمنت فريم ورك ده اللي هو برود، انا افتكر لو لكن وقت ممكن نجيب من دوكيمنت بتاعته كده اللي بتتكلم. طبعا انت عشان تتكلم عن 50 سنه نو بودي في الدنيا كان بريدكت ممكن يحصل في ال 50 سنه الجايه شنو، لكن يو كان بلان. ولما نتكلم بعد شويه عن موضوع البلانينج والدور بتاعه وكده، لكن يعني واضح انه حتى القطاع الخاص they plan for the next 30 40 50 years. I'm sure Microsoft have a plan for the next 50 years. فمن باب اولى نحن بلداننا دي لازم نتعامل مع المساله دي بشكل يعني مور سيستماتيك. ده مدخل للحاجه الحاسه في الدنيا. خلينا نتكلم عن الغاره الافريقيه وكده. انا ما اعرف maybe نعمل cut off point، خلينا نتناول المساله بتاعت افريقيا دي من ما بعد من فتره الاستغلال. يعني معظم البلدان الافريقيه استغلت في اوائل الستينات. طبعا المتابعين منكم للموضوع بتاع اول بلد استغل في افريقيا وكده طوال بتسمعوا انه غانا هي اول بلد افريقي استغله. طبعا ده يعني خطا تاريخي كبير جدا باعتبار انه احنا اول ناس استغلنا سنه 56، غانا استغلت 57. لكن وقتها probably maybe بخيارنا نحن بتاع توجهنا للنورث خلى افريقيا تحسب السودان ما جزء من سب سحر افريقيا ميدل ايست بتاع الاخر. لكن لو مسكت القاره بشكل عام الحمد لله احنا اول بلد استغل سنه 56. فمن الاستغلال لو قسمت الفتره دي لثلاث حقب في القاره بتلقى انه البوست اندبندنت ستيت كانت تو ا لارج ديجري ديفلوبمنتال. امسك منها نموذجين اللي هو غانا اندر نكروما ومصر اندر عبد الناصر. دي كانت ايام الاحلام الكبيره في افريقيا. اللي بيمشي فيكم لغانا وعمر بيكون يعني شفت الحاجه دي محلات نسابتر يعني. نكروما واقف في اكرا عمل حاجه اسمها هاي واي، بتخيل انه حيمشي من اكرا للمحيط الهندي في جيبوتي. بعدين حدد سايتس بتاعت نيوكلير سايت هنا اندستريال سايت بتاع الاخرين. الكلام ده في اراوند 57 58. طبعا تجربه اتشهدت بعد كم سنه وكده، وديك ايام الحرب البارده. مصر برضه مصر عبد الناصر عملت مشاريع مهوله في مساله الحلوان للحديد والصلب، السد العالي بتاع الاخرين. الفتره دي استمرت لحد بدايه السبعينات 73 79 جات الابهيفلز اوبيك 1 اوبيك 2 واسعار البترول بتاع الاخرين، ودي اللي خلقت الديت كرايسيس في افريقيا. وبعدها جات الفتره بتاعت الاستراكشر ادجستمنت بروجرامز، وانا متاكد انتم متابعين النتائج الكارثيه اللي خلقتها لافريقيا من ناحيه بتاعت. طبعا في الوقت ده سادت فكره انه تطلع على الستيت اوت اوف الديفلوبمنت، سادت فكره السوق هو حل اي حاجه. وبالتالي البرامج بتاعت الاستراكشر ادجستمنت اللي اتعملت من اواخر السبعينات لحد يمكن منتصف التسعينات اليوم، نحن في الايكونومكس وفي الدراسات الافريقيه بنسميها اللوست ديكيدز في افريقيا. افريقيا في الفتره دي كانت بتنمو بمعدل نمو سالب، احسن بلد كان بينمو ب 1.5%. This is seriously lost decades. لكن ساعدت الغاره في انها تري لوك انسايد، وساهمنا نحن في الاي سي اي بخلق حاجه اسمها African Alternative for Structural Adjustment AFSAP، البديل الافريقي لسياسات التكييف الهيكلي. واللي عمل ده من اواخر
اتمنى افتكر سعاد عبد القادر وابراهيم جايز علي عند اسمه شنو في صادق الشيخ كانوا من المين اوثرز بتاع الدوكيومنتي على مستوى القاره يعني. وعلي طبعا عنده الابلكيشن في السودان ايكونومي عند اي ام اف والسودان ايكونومي بيساريو كلها تثبت في نقد هذه التجربه. الحقبه الثانيه الحقبه الثالثه في افريقيا ممكن نأرخ لها من بداية القرن من دون السنشري بداية 2000 دي طبعا أول حاجة حصلت فيها عودة النمو لأفريقيا لأول مرة النمو رجع لأفريقيا والمتوسط بتاع النمو في الفترة من 2000 لحد 2015 كان around 5-5% which is دي نسبة عالية جدا لكن في بلدان نمت بأكثر من 10% دبل جيت زي البلد اللي احنا فيها دي. هذه البلد ممكن نتكلم عن تجربتها بعد شوية بالتفصيل لكن يعني ظلت تنمو في لأكثر من 10 سنين ب 10 11 12% سنويا اللي هي دي نسبة عالية جدا وتسستينت فور ا لونج بيريد اوف تايم اتس ا بيج تشالنج لأي بوليسي ولا ايكونومست كده. المسألة دي جات نتيجة لأسباب كثيرة جدا منها يعني prudent macroeconomic policies عودة السلام والأمن لمحلات كثيرة جدا من العرب. لو نعاين لأفريقيا يعني باستثناء جزء من سنترال أفريكا والهورن باقي أفريقيا دي فيها الغالين متمتعة باستقرار وسلام لفترة طويلة جدا عودة الأمن والاستقرار لغرب أفريقيا سيراليون لايبيريا كوديفوار الأخري الجنوب الأفريقي يعني بعد نهاية الكرايسيس في موزمبيق رجعت أمن وسلام لفترة طويلة جدا. المناطق دي كلها بتستمتع بنموذج يمكن يكون متقدم جدا في موضوع الديمقراطية والحكم الرشيد إذا كان في غرب أفريقيا ولا في الجنوب الأفريقي الأخري في أشياء كثيرة جدا ساهمت في مثلا الموضوع بتاع الاستثمار العام في الانفراستراكشر ديفلوبمنت الاربنايزيشن increasing middle income class الناس بيكون البيجو اثيوبيا دي بيكونوا لاحظوا المساله دي قبل 10 سنين يا عمر انت لما تخش مطعم هنا بيكون 90% او 80% من الناس اللي فيه خواجات. الليله المساله دي انعكست تماما بقى في definitely middle income class وبتشوفهم في المطاعم بيشوفهم حتى في المباني والحياه الحاصله دي عادس دي لو الزور جا قبل 10 سنين قعد في الشيراتون around الشيراتون دي كانت صفيح المنطقه بتاعتنا بتاعت الاي سي دي بنفس الطرق بعدين المفيد في المساله دي ان القصه دي ما في العاصمه ده في كل البلد فكل المسائل دي مجتمعه ساهمت في عوده النمو لافريقيا. سنه 2000 فيموس يعني بابليكيشن زي الايكونومست الكفر بتاعها سنه 2000 العنوان الكبير بتاعه عن افريقيا سماه ذا هوبليس كونتيننت الغارة الفاشلة أراوند 2010-2011 نفس الإيكونومست دي الكفر بتاعه كان أفريكا رايزين وده جاب ما عرف في اقتصادات أفريقيا ده أفريكا رايزين ناراتيف عودة النمو المسألة بتاعت الأدرسينج الإيشوز بتاعت الفخر بتاع الأخري طبعا I don't want to portray a very rosy picture النمو ده عنده مشاكل واحدة منها إنه يعني has very little impact على البوفرتي الفقر ما زال معدلاته زايدة ما قدر يعالج قضية الانيبلويمنت زايدة بمعدلات عالية جدا وخاصة وسط الشباب واللي هي عندها الامبريكيشنز بتاعتها الكثيرة جدا في كل القضايا التانية. في محلات كثيرة جدا زاد الانيكواليتي التفاوت في الدخول وكذا اثيوبيا واحدة منهم يعني واحدة من مشاكلهم moving forward الموضوع بتاع انك كيف تعالج الموضوع بتاع الانيكواليتي. احنا زمان كلنا مع بعض متساويين في فقره ده وكده بعد شويه جاري شايف بنا عماره عمل بتاع الاخري ده بيخلق كميه من المشاكل والسوشيال ايشوز الاخري. لكن تقريبا يعني ده بشكل عام المدخل الدولي الحاجه بتاعتنا بتاعت التعليم. لكن خلينا نتكلم شوية عن يعني أنا داير أعمل بس مداخلة يمكن بعد ذاك أمشي على السودان في الموضوع بتاع الإيكونوميك ترانسفورميشن ليه بيحصل ليه في محلات
يعني حصل فيها التحول الاقتصادي بمعدلات أسرع وبشكل ناجح جدا. طبعا في كلام كثير في الاقتصاد حول الستارتنج بوينت والإنداونمنت وبتاع إلى آخره، لكن دراسات التجارب دي كلها وضح بلايا دعم مجال من الشرق إنه العامل الحاسم في المسألة دي هو الدور بتاع الدولة والتخطيط الواعي للمسألة دي، واللي هو ما يعرف بالديفلوبمنتال ستيت، ويمكن في بعض الأدبيات بيسميها ديمقراطيك ديفلوبمنتال ستيت. ستيت عندها فيجن، كوميتد ليدرشيب، وبعدين عندها سوسايتال بروجكت، مشروع ناشونال بروجكت، مشروع وطني، دائرة تعرف انه بعد 25 سنة بعد 30 سنة انت تكون من اثيوبيا مثلا as an example، هما بيتكلموا عن 2025 انهم يبقوا ميدل انكم كانتري، دولة متوسط الدخل، من بلد الليلة الناس دي لما جونا اسملس في السلطة 1991 كان متوسط دخل الفرد around 150-200، الليلة وصل 600-700، هي 3 times تقريبا. ده ما تم مصادفة ولا تم بهابازر، تم بالتخطيط الواعي والمدروس وبالكوميتمنت بتاع كوميتد ليدرشيب از كي تو اول ذس. بعد ذاك الموضوع بتاع الايكونوميك بلاننج اذا كان على مستوى الماكرو ولا على مستوى السيكتورز بي فيري كلير بلانز واوت بوت واوت كمز، والناس دايرين البلد بتاعهم تصل وين. في قضايا تكنيكال طبعا، موضوع تكنيكال change وكذا والتكنولوجي وعلاقاتها بالديفلوبمنت الى اخره، ده برضه مرتبط بالدور بتاع الدوله في المساله دي. لو مسكنا تاريخيا تجارب اذا كانت في بريطانيا او في امريكا، كل الموضوع بتاع الريسيرش والديفلوبمنت بتاع led by the government up to today يعادل عندكم في امريكا ال smart and the most advanced research بيتعمل في الديفنس، وده فيه أشياء مخيفة جداً يعني ممكن لو طلعوها الليلة نستخيله أنه ده ما ممكن يكون فيه أشياء زي ده. public sector it's not private، صح ال private sector شغال في حاجات عندها علاقة بال short term، يعني pharmaceutical تشتغل في حاجة تطلع الدواء تطلع مصل تطلع كده إلى آخره، لكن ال long term solid يعني innovations مرتبطة باستمرار بالقطاع العام. تجربة South Korea is precisely about this، موضوع بتاع قيادة الدولة للمسألة بتاعت طيب، لكن بلينك فري سوليد مع القطاع الخاص. الموضوع بتاع الديفلوبمنت فاينانس، التنمية ما ممكن تتحقق في بالهاند اوت، يعني انت تكون معتمد على دائما تجيك هبات ولا اشياء من برا. الاو دي ال اللي هي الاوفرسيز development assistant حاجه يعني فري مينيمال. لو عينت للارقام في السنوات الاخيره دي الدوميستيك ريسورس موبيلايزيشن القروش ممكن تو بي موبيلايز باي افريقيا نفسها حوالي 500 بليون، الاو دي 50 10% من دي سبينوت، وبعدين ممكن دي للغاره كلها نصيب البلد بيبقى فيها اكثر اقل من مليار لثلاث سنين. فبيبقى المهم جدا انه في افريقيا تتخلق مناخ في انه القاره تعتمد على موارد ذاتيه، وده ممكن. يعني اثيوبيا دي انتم لو شفتوا في كميه من النماذج، لو مسكت سد النهضه ده السد ده المؤسسات بتاعت التمويل الدموليه الدوليه البنك الدولي وكذا الى اخره قالوا لهم this is white elephant وما في قروش له وانتم you don't need it. They fund it from their own resources. particularly the bonds اللي عملوها للدياسبورا وكده، هما they floated this dam fund for 2 months in 2 weeks it was sold out. حاجة very impressive. احنا عندنا في السودان كم مهول من الريسورسز قاعدة برا، اذا كان في الخليج ولا الناس اللي في الدياسبورا الى اخره ممكن تساهم بقروش، لكن طبعا ده محتاج لناشونال بروجكت في توافق والناشونال بتاع الى اخره حول المساله. بفورما تكونكلود خلينا نهبش الموضوع بتاع السودان. لو مسكنا التجربه بتاعت الديفلوبمنت بلاننج في السودان
فيها سمات عامة يعني. خلينا نشوف البلانز themselves يعني. بارادوكسيكالي الديفلوبمنت بلانز حصلت اغلبها في فترات الحكم الشمولي يعني. عبود جاب الخطه العشريه، النميري جاب الخطه الخمسيه، الجماعه دي جابوا خطط كثيره كده من 89 لحد هسه. بارادوكسيكالي برضه كل الحاجه بتاعت الديمقراطيه ما كان فيها اي لونج تيرم بلاننج يعني. بيكون شغالين في المحاصصة ومشكل الحكومة بعد الانتخابات، تمر 6 شهور سنة بتاع الأخري، لكن ما قاعد يحصل development planning long term أصلا. لكن سمة عامة لكل المسألة دي إنه ما في خطة واحدة في السودان وصلت نهايتها، ما في خطة واحدة تم تقييمها إنها عمل شنو ولا جاب شنو، لأنه development بتاعنا كله disjointed يعني. عبود جاب الخطة العشرية دي قبالنا حصل فيها أي حاجة، جاءت أكتوبر قعدنا 4 سنين ما في حاجة في النص. جني ميري أول خطة 50 عمل السنة 70، باي 73 اتغيرت لحاجة تانية، برنامج الاستثمار الثلاثي إلى آخره. جماعة دي الجوبل التخطيط الاستراتيجي سنة 89، لكن ستيل ما في أي خطة تم تقييمها أو بقى في يعني لونج تيرم ناشونال بروجكت على المدى البعيد إلى آخره. طبعا ده بيطرح مسائل كثيرة جدا، انه يعني عدم الاستقرار السياسي خلق الديسربشن يعني في التطور الطبيعي بتاع الاقتصاد السوداني، سادت فيه هو اشياء كثيره مرتبطه بال يعني ما عدا الحقبه الاولانيه بتاعت الستينات اوائل السبعينات. بعد ذلك كل اللي حصل هو يعني سياده ممكن تكون راس مال طفيلي، راس مال تجاري، ما عنده علاقه بالسوليد ديفلوبمنت. بالعكس انت لو عاينت للمانيفاكتشرنج سيكتور في السودان من منتصف السبعينات لحد الليله الكراف بتاعه ماشي. ما في بلد في الدنيا ممكن يتطور ويكسر حلقه الفقر والاندر ديفلوبمنت دي بدون ما يكون عنده فيري سوليد اندستريلايزيشن بروجرام. الادجستمنت بروجرام كانوا بطوال الثيسيس بتاعتها انه it is in our interest انه ما نشتغل صناعه، ارخص لنا نستورد من برا بتاع الاخرين. ده مو this is very short sighted يعني orientation، باعتبار انه انت لما تمشي في long term industrialization بتخلق quality jobs في الاندستريال سيكتور، ممكن تنتقل بعد ذاك لاقتصاد مرتبط بال اللي هو knowledge economy إلى آخره. فتجارب again يعني Southeast Asia و new emerging economies مشت في الدرب بتاع الindustrialization heavy industries. South Korea في 63 كان per capita income بتاعها أقل من السودان، was equal to Ghana. شوف ساوث كوريا الليلة وين وبلداننا دي كلها كانت وين السوين يعني. وده مسألة بتاعت 50 سنة يعني. it's not الثورة الصناعية بتاعت بريطانيا اللي قامت في القرن 19 إلى آخره يعني. نتكلم عن تجارب حديثة عشناها we live through it. بارك اللي هو المؤسس بتاع التجربة بتاع التنمية في ساوث كوريا مشى أول زيارة له لألمانيا في مدينة زول مرافقه في نص الهناي، قال له وقف هنا في هاي واي طويل كده وقف، قال له ما انا عايز شارع زي ده وبتاع بتعامل هناك كيف. جوناس البنك الدولي قالوا له this is too expensive and you don't need it. عنده مدير مكتبه very young person، قال له can you shoulder the burden بتاع انك تمسك تدير المشروع ده. فقام قال له حاضر. ده طبعا كان عسكري لكن benevolent يعني، عارف بدل نغارن يعني. You can understand this. نفذوا المشروع بأقل من تكلفة البنك الدولي وفي زمن أقل منها. بعد ذلك اتخلقت عندهم بدأ ما يعرف في علم الاقتصاد الإكنوميك أكتيفيزم، إنه الستيت نفسها تحول الإكنوميك سيربلاس بتاع إلى آخره، والرنت اللي بتحصل من القطاع الخاص للإنوفيشن للكذا إلى آخره إلى آخره. أنا دار أختم بثلاثة يمكن conclusions. نمبر 1 يعني احنا في السودان محتاجين نعاين لموضوع السوق والدولة ده بالتجربة المعاشة ونصل لمسألة بالانس
اي اكستريم في الاثنين از نوت هيلب يعني از نوت يوزفول. لكن لازم نعاين لمساله الدور حاسم للدوله في قياده العمليه التنمويه والسوسايتي الى اخره، معاها القطاع الخاص كشريك اساسي. الحاجه الثانيه بناء المؤسسات، building state institutions. التدهور نحن حصل عندنا في الخدمة المدنية، في المؤسسات بتاع في القطاع العام إلى آخره، يمكن حسي زاد كثير طبعا، لكن ده long term يعني من منتصف الستينات الجراف بتاعه نازل. We have to think about quality institutions تقود العملية بتاع التنمية. والسؤال الملاحظة الأخيرة، دور منظمات المجتمع المدني في الرغابة على القطاع العام، إذا كانت في الصحافة، إذا كانت في المنظمات بتاعت المجتمع المدني، خلق مناخ يسمح للمنظمات دي في إنها يعني تساعد أو يكون عندها قدرة على الرغابة على اللي بيحصل في القطاع العام إلى آخره. أنا قصدت أن يعني طبعا دي ممكن تكون أثارت كمية من الأسئلة في أذهانكم، و I hope إنه نقدر مع بعض يعني نتكلم في كل القضايا. هل استطيع؟ شكرا عليكم. شكرا جزيلا دكتور حمدوك، و as always يعني العلم والخبره